والله العظيم اليوم انا بشوف في اليوتيوب اشياء ايش بدي اقول لك يعني؟ هذا اللي اصابني بالكوباد والمرار اه؟ جاي بيتكلم ومنتقد علماء كبار مش عارف يقرا كلامهم. وبقرا غلط وبفسروا غلط طبعا، بقرا كله غلط. ولو اي طفل شاطر نائب في المدرسه ابن سادس ابتدائي والله العظيم يقراه احسن منه، اي مين؟ انا لا ابالغ. انا كنت في سادس ابتدائي وبعرف ايش ممكن ابن سادس يقرا وكيف يكتب احسن من هؤلاء الدكاتره الدكتور المستشار أعرف يقرا احنا بلاء كبير يا اخواني وهذول الان عظم البلاء بهم والخطب اه همّ بهم ليش؟ صاروا مرجعيات ديال والشباب بياخذوا منهم ومئات الالوف وراهم ولايكات وكذا امه ضايعه على كل حال كل واحد بيدفع ثمن جهله والا اللي شوي استغل من وقته في العلم هو بيقدر يميز من اول لحظه مين العالم ومين الجاهل يقول هذا ان شاء الله وراه مليون واحد جاهل هذا هذا بيحكي كله غلط مش فاهم حاجه انا بدي اتبعه هذا لانه يعني فاهم تكون انت فاهم ودارس وعارف عندك شويه مبادئ بس اللي ضيع حياته في الافلام والمسلسلات وكره القدم ومش عارف ايش وكذا كذا ها حياته كلها هيك والسمرحة في الشوارع وكذا طبعا اي واحد اهبل ممكن يصير قائد له وظل من كانت العميان تهديه اعمى مره المسيح شاف علماء ضلال وراهم ضالين معهم قال عميان يقودون عميانا صح أعمى ميخد أعمى معه وين على الهاوية الجاهل أعمى واللي بقوده هذا ما هو برضه جاهل هذا يدعي العلم برضه أعمى ثاني هذا حيروح وين بالحري على الهاوية طبعا حتضيع في لحظات أنت وحتقول له يا أخي شفتهم ينطقون بالحق من أين لك أنت ما بتستطيع أن تقول أنه حق أو باطل صراحة لأنه ما عندكش من الذي يحكم على العلماء من يكون في مثل مثابتهم أو أعلى صح ولا لا وفي ميدان التخصص مش معقول يجي واحد جاهل خالي من علم معين وبده يقيم اهله كيف صارت هذه؟ ما بتصير يا والله مش صحيح هذا المنطق نفسه انتحاري يا اخي انا شفته بيحكي حق مين قال لك عنده ادله يا اخي اه بعدين المشايخ ما قدروش يجاوبوا عنه اي مشايخ؟ هذول المشايخ شغالين تكير بعضهم خش على اليوتيوب كل خمس دقائق مقطع سب في شيخ ثاني سب في جماعه ثانيه سب في اشاعره سب في وهابيه سب في صوفيه شغ الامه شغاله بعضها لا كثر الله امثال هذه الانفاس غير الطاهرة، والله لو هؤلاء استغلوا هذه الاوقات اللي على الامة وخربوا الامة وضيعوا الدين. كل واحد كان يعلم الشيء اللي هو فاهمه. انت فاهم احكام تجويد؟ علم الناس احكام تجويد. بس هو مجرب وعارف حاله. لو بده ينزل 20 حلقة 30 حلقة في احكام التجويد الثلاثين حلقة مش حيتابعوهم ايش؟ نص مليون في ستة اشهر. بس نزل حلقة سم فيها ايش؟ سفيان اه او سفتان او سهيان. بيحضروها في يوم واحد 200000 ألف في يوم واحد سب الشيخ فلان الدكتور فلان 200000 ألف طب أنت شيخ بلحية أنت طالب وجه الله ولا وجه الناس إيش تعلمته في الدين أنت بئس العلم الذي تعلمته لو تعلمت علم لله ما بعنيني لا اللايكات ولا المتابعات ولا الدعايات ولا بأي شيء بعنيني أن يكون تقبل الله مني ولو بعض أي ما قدمت ولو كلمة مش أقول لك حلقة كلمة واحدة جملة مني هيك ممكن تنقذ إيه رقبتك يوم القيامة تفك رقبتك هذا اللي تعلم العلم وبيعرف الله مش جاي داير لي على إيه المشاهدات واللايكات حالة غريبة اللي إحنا فيها فأنا اسمحوا لي تكلمت هيك وطولت ومش لازم كنت أطول لأني معلوم زي لك بحالة بعض إخواني اللي أنا شفتهم كيف والعياذ بالله ينحل عقد إيمانهم بكفروا قاعدين بسبب عدم ضبط إيه موازين هذه الأمور معرض نفسك لا إنه ذكي على فكرة رحم الله من قال حكمة عامية من 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 من, أمتع وأقوى الحكم الله قسم الأرزاق لم يرضى أحد برزقه جيب لي واحد رزق حتى عنده مليارات مش راضي قال لك لا أنا ما عندي زي بالجيتس بدي زيه طب أعطيناك لا أنا ما عندي زي ماسك طب يا ماسك عندك لك لا أنا ما عندي شغلات ثانية معنوية ما حدا راضي وقسم العقول فكل أحد راض بعقله يا ريت انعكست يا ريت انعكست صح ولا لا؟ يا ريت انعكست تلاقي احمق الناس فكر حاله اذكى الناس اغبى الناس فكر اعلم الناس عادي حاله جاهل اصلا هو جاهل وامي وما قراش في حياته على بعضهم كل 200 كتاب بيرد على واحد قال يمكن ايش؟ 40 و ألف كتاب صح ولا لا؟ برد عليه برد لا لا اه. احترم نفسك معقول بتفكر حالك انت ايه؟ معقول ومعقول هو بتفكر عشان هي عليك لازم يهاثرك وينزل لمستواك يرد عليك ما حيرد عليك هو اصلا هو شايفك مستحيل يرد على امثال هذه التفاهات لكن لا لك لا انا قلت وانا رايي ومن رايي يا اخي رايك ايش يا رجل عيب عليك انت بتنتحر قاعد روح تعلم في الاول ما تستعجل يقول لك راي يلعن ابو الراي شو في الراي تعلم في الاول تعلم انت حتصحح حالك من حالك وحتعرف اخطائك بنفسك وتقول اه اخ هذه الجاهل لو يرى من نفسه ما يراه العالم لمات كمدا بس ما بيشوف شايف حاله عالم فهمان هو اه والله وبتلاقيه ربما فاهم الاشياء بطريقه برضه معكوسه وغالطه وفرحان انه فاهمها هو مش فا... مش فاهمها غلط فاهمك غلط بتفكر حالك فاهم وهذا يعرف عند المباحثه